السلام عليكم البنات، كي درتو؟ كنتو عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم مزيان؟ انتوما كاع لاباس؟ اليوم البنات انا جبت لكم واحد الفيديو، كانت طلبته مني واحد السيده، قالت لي بغينا شي حاجه خفيفه وتكون فيها العقيق. هانتوما البنات، انا وريتكم واحد الموديل خفيف، تيجي رائع زوين. هانتوما راه درت لكم الخدمه ديالو، راه كاينه الطريقه ديال الخدمه ديال هاد البياسه فلاشين. كيف تشوفوا معايا هنا البنات، الضريس ديال يد البراد بالعقيقه. هاد الضريس البنات تيطلبوه ليا الناس بزاف، كليانات تقريبا كاع اللي تيشوفوه تيطلبوه ليا. مولين الخفيف، كيف قلت لكم راه كاين مولين الخفيف، اللي تيبغوا زواقه خفيفه، بغوا حاجه زوينه وخفيفه. نتوما كيف تيجي واقف، وهانتوما كيف تشوفوا البنات الشكل النهائي ديال القميص ديالنا، الدوره ديال العنق. شوف الدوره كي تجي دايره، ما مرخيه ما حتى حاجه. ونظرا لانني ما عنديش الوقت دابا، من بعد غادي ندير لكم موديل ديال الدوره ديال العنق، كيف وعدت واحد السيده بانني غادي ندير لكم الدوره ديال العنق. وشحال من وحده كانت قالتها لي، غنوريكم الطريقه كيفاش تخدمي الدوره ديال العنق. طريقه سهله، كيخص اي انسان يركز شويه باش تجيك ديك الدوره التقويره. هانتوما البنات الفتحه ديال العنق، لان خديمه عندنا رقيقه، حنايا درنا غير ضريس طلعناه. وبالنسبه لاول مره غيشوف لا فيديو ديالنا، اتابونا عندنا باش يبقاو يوصلوا دائما الجديد، ولي لايك البنات ما تنساوهمش، مرحبا بكم فضلا وليس امرا. وتبارك الله عليكم البنات، كيف تشوفوا انتم جايه الهبطه ديالي رائعه، هذه الهبطه تل تحت. انا ما صور، انا مصوره غير هنايا فوق الطبله، يعني ما غاديش يبان لكم الهبطه كامله. انتم كيف تشوفوا البنات، تريس تيجي زوين واقف. انتم اللي بغيت نقول لكم البنات، راه واخا الموديل تيبان في ماشي بحال اللي شتيه قريب لك، لان الكاميرا واخا كيف ما تعطيكش الموديل مزيان. تبارك الله عليكم البنات، واش غنقول لكم الله يوفق الجميع، ومرحبا بكم مره اخرى.